بالنسبة حق عدد الطلبات اللي قامت الوزارة بتلبيتها خلال الفصلين السابقين، تمكنت ولله الحمد من تلبية 1283 طلب في دائرتكم، وكذلك في 208 طلبات تم ترشيحها من دائرتكم كذلك على المشاريع الحالية. طبعا بخصوص عدد الطلبات القائمة لأهالي الدائرة الرابعة في المحافظة الجنوبية، فهي تبلغ 1374 طلب، تتنوع ما بين وحدات سكنية وقسايم سكنية وشقق. وطبعا حبيت أؤكد أن جميع الطلبات اللي موجودة اليوم على قوائم الانتظار هي عبارة عن أولوية قصوى تعمل لها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تلبيتها من خلال تنفيذ مشاريعنا اللي موجودة اليوم في مدننا الإسكانية، أو كذلك من خلال توفير برامجنا التمويلية واللي تعتبر حلول فورية للمواطن.